شدوا حيلكم. مدراء الأقسام، أخواني وخواتي، الشباب والشابات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن متواجدين في مركز الشباب العربي لإحياء مبادرة مناظرة الشباب، إحدى مبادرات مجلس الإمارات للشباب، وبالتعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع. نجتمع اليوم لنقدم لكم حوار هادف من خلال مشاركة الشباب بآرائهم واستعراض أهم البحوث لدعم موقفهم. نتمنى من الجميع التفاعل عبر وسم مناظرات الشباب في الانستغرام. أما الآن شاركوني بالترحيب بالمهندس عبد الله البادي، مدير قسم تصميم الشبكات، لإلقاء كلمة افتتاحية. أوكي، السلام عليكم. في البداية نرحب فيكم ونشكر مجلس الإمارات الجميلة أن نلتقي مع نخبة من موضوع مهم. اليوم نحن في مؤسستنا نطمح أكون اللي في الشركة، فهذا من أهم الأهداف اللي اليوم إن شاء الله راح نستفيد من الطرح اللي راح يقدمونه الأخوة والأخوات. ونكرر شكر لمجلس الإمارات الشباب على الدعوة وإتاحة الفرصة. شكرا المهندس عبد الله على الكلمة الطيبة. شبابنا اليوم بيناقشون موضوع مهم يهم كل شاب وشابة، والموضوع عن الأتمتة أم التوظيف. الفريق المؤيد يؤيد الأتمتة اللي هي الاعتماد على الآلاء في أداء الوظائف بدلاً من الإنسان، والفريق المنافس لا يرى أن الأتمتة هي الخيار المناسب بل يؤيد فكرة التوظيف. المطلوب منكم كجمهور هو الاستماع للطرفين حتى النهاية، وبعدها بنفتح لكم مجال التصويت للفريق اللي أقنعكم عبر منصة مجلس الإمارات للشباب. ستعتمد على رأي لجنة التحكيم. اليوم شاركوني بالترحيب بمدراء الأقسام: علي الحمادي، مدير قسم توصيلات المياه، حمد السيابي، مدير قسم وتخطيط صيانة المياه، وعبد الله البادي، مدير قسم تصميم الشبكات. يتضمن الفريق المؤيد مجموعة شباب متميزين، منهم عامر الحمادي، أحمد الحمادي، وحليمة الحمودي. ويتضمن الفريق المنافس موجوعة أخرى من الشباب المتميزين، منهم نهيان الحضرمي، أميرة الكثيري، وإبراهيم الشيراوي. أما الآن سوف نبدأ المناظرة بمقدمة من الفريق المؤيد ولمدة 5 دقائق. بالتوفيق إن شاء الله. خمس دقائق عندكم، تفضلوا. فريق المؤيد. شكرا. يقول تيم أورلي صاحب الفضل في وضع مفهوم ويب 2.0 والفضاء المفتوح. بل هنا لا محالة. التوزيع المتساوي. نحن هنا ندافع عن الأتمتة في حوار يتداول منذ منتصف القرن 18. نحن اليوم نتحدث عن الوظائف، تقدم وفقد عنصر التوظيف. يقول السيد إيريك كروم مالك مؤسسة تجارة الأخشاب في مقابلة مع قناة HBO في موضوع يتعلق بالأتمتة: نحن لا نسعى لأتمتة الوظائف لأجل التطور فقط، نحن نسعى للحفاظ على سلامة موظفينا بالمقام الأول. إن معدل الوفيات في أثناء العمل في مجال شركتي يعد الأعلى في الولايات المتحدة وأعلى من القوات المسلحة.
لا يمكن للمعدل أن يرتفع إن أبعدنا العمال عن المهام الخطرة. تجدر بنا الإشارة أن الأتمتة لا تقوم بإلغاء الوظائف، الأتمتة تقوم بالمهام الخطرة في المرتبة الأولى. في تقرير نشرته هارفارد بزنس ريفيو في 19 ديسمبر 2018 أشارت إلى أن معدل التغيير في الوظائف في الولايات المتحدة ثابت على امتداد السنوات انطلاقاً من 1860 وحتى 2018، إن النسب تراوحت في هذا التقرير ما بين 12.5 إلى 20%، ونشير إلى أن الدراسة شملت مرحلة الثورة الصناعية ومرحلة الثورة الإنتاجية. دعونا نتحدث بمنظور مختلف ومقارب لواقعنا. لا يمكن لنا أن نتخيل حياتنا من دون وجود الصراف الآلي أو بما يدعى بالATM. لقد كان الخوف يتملك الصرافين في مرحلة تطور هذه التقنية، إلا أن وجودها أمكن البنوك والمصارف من تحويل وتحرير نسب الغالبة من الصرافين إلى خدمة العملاء والمبيعات، وفق تقرير نشرت شبكة HBO في 3 مارس 2019. الوظائف لم تلغى، الوظائف تغيرت. يقول السيد ديفيد أوتور الباحث الاقتصادي في جامعة MIT، دعونا نفترض أننا في عام 1900 حيث كانت أغلب الوظائف في مجال الزراعة. لو أمكن باحث MIT أن يعود إلى المزارع ويسأله أن 2% من المزارعين فقط سيقومون بالعمل في الزراعة بعد 100 سنة، وسأله أين تتوقع أن يذهب 98 الباقين، لن يستطيع أن يجيبه بأنه سيصبح مهندس برمجيات أو يصبح رائد فضاء. أشارت صحيفة الاتحاد الاقتصادي في 20 مايو 2018 نقلاً عن بنك التنمية الآسيوي أن التشغيل الآلي قد وفر 34 مليون وظيفة إضافية في عام 2018 في آسيا فقط. لقد قامت الأتمتة بإلغاء 800 ألف وظيفة في المملكة المتحدة على مدار 18 عاماً الماضيين، ولكنها أوجدت 3.5 مليون وظيفة. يقول البروفيسور داوث المشرف على دراسة استمرت سنوات عدة حول تأثير العاملين بسبب توظيف الروبوتات والأتمتة، لم نتمكن في أوروبا من العثور على أي شخص تم فصله بسبب الأتمتة. أحد الأسباب أن النقابات العمالية القوية تطالب بإعادة تدريب العمال عندما تتولى الروبوتات المهام. وهناك سبب آخر، أن الصناعات الأكثر تعقيداً في أوروبا تحتاج إلى تولي البشر العمل للتكامل مع الآلات. إن كنت تعتقد أن هذا البروفيسور غير منطقي، دعونا نتحدث عن شركة إلكترولوكس، ثاني أكبر صانع للأجهزة الكهربائية في العالم. لقد أنفقت ملايين اليوروهات على أتمتة إنتاجات الغسالات والأدوات الكهربائية التي يتم تجميعها الآن تقريباً بالكامل بواسطة الروبوتات. قالت الشركة أن الروبوتات حررت الفنيين لقضاء بعض الوقت في مهام إبداعية لا يمكن أتمتتها، مثل تصميم وتنفيذ التغييرات التي من شأنها زيادة الإنتاج وجعله أكثر كفاءة. ارتفع التوظيف في هذه الشركة إلى أكثر من 55 ألف وظيفة في 2017 من نحو 53 ألف وظيفة في 2011. يسعدنا أن نشير إلى أن شركة أبوظبي للتوزيع قد التفتت إلى موضوع الأتمتة، وضعت الشبكات الذكية والآمنة من ضمن استراتيجياتها، وأدرجت برامج ومشاريع تطويرية تجعل من إمارة أبوظبي رائدة في قطاع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى توفير مبالغ تعود على الدولة بالنفع العام. لا يخفى على القاصي والداني أن الأتمتة تزيد الإنتاجية، تقلل تكلفة المنتج، تحفظ الأرواح، تطور العنصر البشري. فأخبرني عن إجابة لسؤالي، بالله عليك لما توقف الأتمتة؟ نشكر الفريق المؤيد على المقدمة، نترك للفريق المنافس لتقديم مقدمة لمدة 5 دقائق. صوت. نشكر الفريق المؤيد، الأخوة والأخوات، اللجنة الموقرة. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نتقدم نحن فريق الشباب مع التوظيف تحت شعار معا للحفاظ على مستقبل الوظائف من خلال استعراض تهديدات أتمتة الوظائف من قبل تقنية الذكاء الاصطناعي،
والتي ستؤدي إلى انخفاض كبير في معدلات بعض المهن والوظائف بواقع 5.1 مليون وظيفة على مستوى العالم من الفترة 2015 إلى 2020 حسب التقرير الذي عرضه في القمة الحكومية لعام 2017 بدبي، و 50% من إجمالي الوظائف بحلول 2045 حسب التقرير الصادر من جامعة رايس في هيوستن بتأثير الأتمتة على سوق العمل سلبا، ويجب تنمية الأتمتة لتنشيط المجال البشري لا استبداله بشكل كامل، لأن التوظيف البشري يساعد على الإبداع والابتكار، وذلك كون العقل البشري هو الأساس كما ذكر إيلون ماسك رئيس ومؤسس شركة تسلا بأن هنا غلطتنا بأن نعتقد أن التكنولوجيا تتقدم وتتطور بشكل أوتوماتيكي، إنها لا تتطور بشكل أوتوماتيكي، إنها تتقدم فقط إذا تعاون الجميع أو الكثير من الأشخاص بالعمل شاقا لتحقيق ذلك. وتكمن هذه التهديدات لعدم توفر النظم والتشريعات ورقابة على التصنيع اللامنهجي والغير مدروس وغير مراقب بدافع ربحية للمؤسسات والشركات دون النظر لأخلاقيات المهنة وللعواقب على القطاع البشري والمجتمع. ومن الأمور التي تدفعنا للقول بالتريث والتقنين من الاستخدام والتوسع في الذكاء الاصطناعي في الوتيرة واللحظة هو عدم توفر مناهج دراسية معتمدة تضمن دمج مستقبل وظائف الأتمتة مع الوظائف الحالية، وصعوبة الوضع راهن بعدم معالجة خطط التوظيف حاليا مما قد تفاقمها مستقبلا، وهذا قد يؤدي إلى 1- عدم الموازنة في الوظائف المطروحة والمتوفرة مع تلك المطلوبة والتي تتناسب مع سوق الأتمتة مستقبلا، 2- انعكاس ذلك على زيادة نسبة البطالة والعبء على الحكومة بتوفير دعم اجتماعي للعاطلين عن العمل، 3- تفشي الجريمة في المجتمع بسبب زيادة نسبة البطالة وانعكاس ذلك على الأمن الداخلي، وبالإضافة إلى تهديد القرصنة من خلال الهجمات الإلكترونية وخطورة سيطرتها على أنظمة المؤسسات الحيوية بالدولة في حالة الاستخدام الغير مدروس للذكاء الاصطناعي والأتمتة مما قد يسبب ثغرات في القطاع الأمني. وكما أعلن البيت الأبيض بأن خلال 15 عام المقبلة نتوقع فقدان 30% من الوظائف نتيجة الأتمتة في الولايات المتحدة وحدها، وعلى الرغم من أن الكثير يفترضون أن الوظائف التي ستفقد هي الوظائف منخفضة الأجر في خدمة المتعاملين أو تقنية المعلومات أو المصانع فهم مخطئون تماما. فخلال العام المنصرم أصبح وجود المحامي الاصطناعي أقل غرابة وأكثر ألفة، وعمليا لا توجد وظائف بمأمن من تهديدات الأتمتة. ونقلا عن مقال للأستاذ سلطان بن سليم رئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية على أن الدول كافة يجب أن تتعاون في مناقشة الآثار الأخلاقية والمعنوية لعمليات التسريح الجماعي إذا ما حدث ذلك بالفعل. وأيضا أفاد البروفيسور ستيفن هويكن عالم الفيزياء البريطاني تخوفه من تطور الذكاء الاصطناعي وكذلك صعوبة إيقاف الآلات في حالة اتخاذها القرارات، وأن الأتمتة أصبحت مهددا رئيسيا للوظائف. وشكرا. نشكر الفريق المنافس على مقدمته. نترك المجال للفريق المؤيد لطرح أول رد له ولمدة 3 دقائق. السلام عليكم. كنا نحن من شركة أبوظبي للتوزيع، وإحنا سيرفيس بروفايدر، نوفر خدمات. امتداد الخدمات عندنا 57,000 كيلومتر، وبامتداد شبكات مياه يصل إلى 38,000، امتداد شبكات الكهرباء يصل إلى 38,503، وطول شبكات المياه يصل إلى 9,448 كيلومتر. هاي امتداد الخدمات عندنا في شركة أبوظبي للتوزيع. وعدد المتعاملين يصل إلى 356,162 متعامل. هذا عدد كبير ما شاء الله، في تزايد، في تطور في شبكات من ناحية شبكات المياه وشبكات الكهرباء. ناخذ مثال، احنا ما عندنا أتمتة، ما عندنا اعتماد على الأتمتة في إنجاز الأعمال، وعندنا نحن كاستمر سيرفيس جهة تعامل مع المتعاملين. إذا ما كان عندنا نظام للأتمتة
أو صياغة هاي الأعمال. سنضطر إلى استقبال المتعاملين 356,000 متعامل إلى عندك في المكتب. راح تتطلب إلى زيادة الأسد وزيادة عدد التوظيف وزيادة آلية التعامل مع المتعاملين. أما إذا أتمتت الأعمال قد تساعد وتساهم في خلق بيئة جيدة تساعد على إتمام الأعمال بصورة وكفاءة أعلى عن توظيف كادر وظيفي. أيضا إذا كنا نحن كشبكات مياه كإدارة إدارة الشبكات امتداد إلى يصل إلى 9000 كيلومتر، كم موظف ستحتاج لتوظيفه لإدارة هذه الشبكة؟ وكيف ستحقق الاستراتيجية؟ إذا الاستراتيجية عندك مبنية على أهداف ذكية تسهم إلى تسهيل وتوفير الخدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة، كم كادر ستحتاج للتوظيف لإنتاج هذه لتحقيق هذه الاستراتيجية بهذا الكم والعدد في تزايد؟ الأتمتة لا تنهي التوظيف. نعطي مثال، عندنا معروف الطيار، الطيار تعتبر كطائر الكابتن الطائرة يعتبر وظيفة مهمة. الأتمتة دخلت في موضوع الطيران في الأوتو بايلوت. الأوتو بايلوت مع الأوتو بايلوت أهمية الطيار لا تزال موجودة، لا يمكن الاستغناء عنها. أي أن الأتمتة تخلق فرص جديدة لا تنهيها. نعطي مثال أيضا آخر عن موضوع الأتمتة. الأوبر، شركة أوبر قاموا بتطوير أسطول السيارات عندهم باستخدام السيارات الذكية ذاتية القيادة. بيبالك أنه خلاص السيارات حاليا ذاتية القيادة لا أحتاج إلى سائق، لكن بأتمتة السياقة هذه قاموا بخلق فرصة جديدة للأتمتة بتوفير مشرف أسطول مسؤول عن هذه السيارات. فنرى هنا أن الأتمتة لم تنهي الوظيفة، إنما خلقت فرصة جديدة. أيضا استراتيجية أخرى لاستخدام، أن أمازون ذات كم هائل للمنتجات المعروضة لديها، عندها مثلا ستور بحجم مهول. إذا كانوا معتمدين على الأوفيس كيبر just to go there and check for the items، فيأخذ ناخذ رأي الطرف الثاني. نشكر الفريق المؤيد، ليتفضل فريق المنافس لطرح أول رد له لمدة 3 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، أولاً أشكرك على النقطة اللي أثرتها. بالنسبة لنفس المثال، شركة أمازون كانت من المقرر أنها تطرح 120,000 وظيفة ب 2018، لكنها قلت العدد بفارق 20,000 وظيفة لأنها اعتمدت على آلات، فهي خفضت نسبة التوظيف. أوكي. سؤال يطرح نفسه، إذا الأتمتة كملت في مجال الحياة واستغنينا عن القوى العاملة البشرية، شو راح يصير؟ في مثال صغير، اليوم عندنا السيارات، إذا كل واحد فينا قرر يستبدل السائق بسيارة ذاتية القيادة، وهو مثلاً رايح الدوام الصبح راح يقول لها مثلاً بسير الدوام، يحط الوجهة مثلاً راح تمشي السيارة. إذا كان جارة مثلاً، إذا أنت جارك كان واقف والسيارة ذاتية القيادة تمشي وأنت تعب بالتلفون، إذا ما راح تشوف جارك إذا سلم عليك، فراح تخسر التواصل مع الناس. إذا كملت طريقك وبعدين واحد كان يبي يخطف، ما راح تشوفه لأنك قاعد على التلفون، ولأن السيارة ذاتية القيادة ما راح توقف، لأنها ما راح تفكر أن المشاة لهم الأولوية. فنحن راح نستغني عن مبدأ الأخلاق، لأن السيارة ما راح تفكر أن المشاة راح يمشون قبل. إذا وصلت لمنطقة مدارس وفيها أطفال وطفل راح يخطف قدام سيارتك، ما راح توقف الآلة، مما قد يؤدي في حال عدم توقف السيارة لوفاة الطفل. الشاهد هني بالأول، إذا كانت الحساسات معطلة
شركة تسلا غير راح تكون غير مسؤولة عن الخطأ الفني، الخطأ الفني الحاصل. لذلك فهي للآن ما فعلت نظام القيادة الذاتي، وهذا أحد الأسباب اللي قد تكون نقطة سلبية على الأتمتة، بحيث أنها التشريعات مو جاهزة بحيث تحكم منو راح يكون المتسبب في هذا الحادث مثلا. نشكر إضافة إلى أختي أميرة بخصوص مثال السيارة، هو قال أنها بتوفر، إذا شركة أوبر بتوفر مثلا للأتمتة، إلى الآن مثل ما قالت التشريعات ما أكدت هالشيء أو ما اعتمدوها لسبب كذلك الطقس، عوامل الطقس. في حالة اختلاف عوامل الطقس الأوتو أو الأتمتة هني ما تقدر تشتغل، ليش؟ لأنها متعودة على نظام منهجي موجود على طول، فالتبديل بعد يكون عندها صعب. مشكورة. نشكر الفريق المنافس. ليتفضل فريق المؤيد لطرح ثاني رد له لمدة 3 دقائق. أشكرك على النقطة اللي قلتيها. أول شيء الأوتوميشن والروبوتكس دائما يركزون حاليا على الإيموشنال إنتليجنس، الذكاء الاصطناعي، يركزون على المشاعر. بعد في قريب بروجكت انطرح من جامعة خليفة، كانت في كاميرات تراقب الأماكن العامة وتراقب الناس اللي who's going to commit جريمة أو شيء. فهذا دليل أن الإيموشنال إنتليجنس وصل للمشاعر. بعد مثال ثاني عندي، أن طرحتي أن ممكن تقلل من الوظائف. شركة أمازون تعتبر من أكبر الشركات في أمريكا، طرحت وظائف ل 16,000 شركة تعاونية معها، وطرحت وظيفة ل 130 شخص في العالم كله. فالدبيت أنه ممكن تؤدي إلى فقدان للوظائف، ممكن تصنع وظائف ثانية في مجالات ثانية. أيضا في شركة ثانية اسمها شركة أوتو، تحاول أن توظف الذكاء الاصطناعي في مبيعاتها، ووصلت أن من بعد الذكاء الاصطناعي هذا وصلت أن رفعت نسبة الأرباح من خلال تقليل المنتجات اللي ردت لهم للشركة بنسبة 2 مليون منتج. فالتركيز أن هني تسمي تغير التوظيف صح، بس it will create more jobs، بتشجع الانوفيشن، بتخلي الجوب ديسكريبشن يتغير لمجال أوسع وأحسن من أني أنا أشتغل على شغل روتيني يتكرر يومياً. شو نفسية الشخص اللي يشتغل يومياً نفس الشغل؟ بيكون يعني it's too much bad to him. بخصوص مثال تسلا عن موضوع إذا ما شاف الطفل، هناك شيء اسمه image processing، يعني دراسة مثلا. خلال أنا عندي تجربة خلال الأوتوميشن، مشروع التخرج في الجامعة كان using unmanned aerial vehicle اللي هي درون، طيارة بغير طيار، use the Oculus اللي هي virtual reality. فكان التاسك مالنا الأوبريتر إعادة صياغة التاسك ماله. شو الوظيفة الأوبريتر؟ شو يظهر للسايت، يتشيك على الموقع ويرجع، شو المخاطر اللي ممكن تواجهه في السايت. بالنسبة كان الابليكيشن مطبق على فاكتوري، كان من الفاكتوري يعتبر اويل اند غاز، فالمخاطر اللي ممكن تواجهه ان ريتشبل بليسز، ما يقدر يروح لاماكن التانكس مرتفع، ما يقدر يصعد، ريسك على الاوبريتر. وفي غاز H2S، غاز خامل ما يقدر ديتكت اذا وصلت نسبته الى مثلا تعدت ال 15% يمكن يغمى عليه. فكان التاسك مالنا تحسين التاسك اللي تم اضافته للاوبريتر عن طريق استخدام اتمته العمل. كيف؟ عن طريق بناء كنترول روم بسيطه، زين، وبرمجه الانمار ايريال فيكل، الطياره من طيار، واستخدامها لانجاز نفس العمل، لكن الاوبريتر بدل ما يروح لين السايت ويشيك ويحدد يهدد حياته للخطر،
من مكانه هو جالس في المكتب يطرش الدرون باستخدام الفيرتشوال رياليتي يقدر يشيك على الأماكن. سموحة منكم. نشكر الفريق المؤيد، فليتفضل الفريق المنافس لطرح ثاني رد له لمدة 3 دقائق. يعطيكم العافية الربع. بس عدد من الملاحظات أنا حابة أتكلم فيها. شو الفرق بين اللي أثبته بالذكاء الصناعي؟ يعني الإحصائيات كانت مذكورة خلينا نقول من 1900 إلى 2000، هذه كلها كانت عبارة عن أوتوميشن، يعني مجرد أوتو لبروسيس معين لنظام معين اللي يتحكم فيه نفسه هو الإنسان. الذكاء الصناعي هو شيء يعتمد على الفيدباك لوب وهو يفكر بنفسه. طيب قاعد تقول لنا في بعض الوظائف راح تخلق، اوكي طيب انا معاك، في بعض الوظائف راح تخلق مثل محلل البيانات، بعض الوظائف اللي قاعد اقول لها يعني كنترول على الروبوت الذكي هذا، لكن مثل ما قلنا في المقدمه بعض الوظائف الموجوده كانت قبل مثل مثال الزراعه خلينا نقول، هذه كلها كانت اوتوميشن عادي متحكم فيه من قبل انسان، خلينا نقول برودكشن لاين. لكن لما تقول لي الارتفيشال انتليجنس وفي فيدباك لوب للروبوتكس نفسه هو قاعد يفكر بروحه، هذا يعني انا ما احتاج طبيب، انا عندي روبوتكس باب التجربه والاكسبيرينس والفيدباك لوب اللي عنده المفروض انه هو يسوي عمليه جراحيه لوحده. هذا الشيء اللي اعلنته حكومه دبي، يعني في قسم موارد بشريه قاعد في 10 وظائف راح تلغى، ذكرت منها تاع الطبيب، ذكرت منها حتى مهندس النفط فقط العلم. يعني الذكاء الصناعي هو شيء يعتمد على نفسه، شيء يقدر يتخذ قرار في نفسه. في هذه الحالة في وظائف كثيرة اليوم هم قالوا إن 50% على 2045 راح تلغي، هذا مش مزحة. يعني في محامي ذكي ما يحتاج يكون في محامي معك، في طبيب ذكي ما يحتاج يكون عندك في طبيب ذكي، كل ما تحتاجه أنت إنه بس يكون عندك شخص يعمل مثل نقول يعني كنترول أو مراقبة خلينا نقول يعني على هذا الروبوت اللي قاعد يشتغل. طيب الحين في هذا الجانب إحنا قاعد نتكلم عنه إن هذا الشخص هذا الشيء راح يكون في تسريح هائل للوظائف الموجودة. يعني بعدين نقطتين ثانيات، النقطة الأولى هي التعليم. طيب أذكر دكتور عين نعيمي الإحصائية سوت ضجة إعلامية في 2017 شهر يناير أن الرسوب الجماعي كان موجود يعني، وقال والله إحنا ما نقدر نغش الطلبة، وهذا الامتحانات اللي كانت موجودة على تمثل مستوى الواقعي. هذا رفليكشن التعليم عندنا أصلا في الدولة خلنا أقول وفي كثير من دول العالم يعني للأسف الشديد غير جاهز لسوق الأدمتة. أنا ما قاعد أتكلم عن تواريخ بعيدة، أنا قاعد أتكلم حتى عن 2030 2045 أو حتى عن مئوية الإمارات اللي هي 2071. طيب والنقطة الأخيرة بعد اللي حاب أذكرها هي اللي يسمونها دورة رأس المال خلينا أقول. أنت حاب تصرح عدد كبير من الناس لتوفير ربحية معينة لهيئات ومؤسسات حكومية معينة، أوكي أنا معاك زيد رأس مالك ماشي مشكلة، ولكن البطالة هذه أنت تحمل مسؤوليتها، أنت كحكومة تحمل مسؤوليتها. طب تفنش 50% من الوظائف مثل الإحصائية اللي ذكرتها الجامعة ذكرناها في المقدمة، طيب هاي 50 شخص راح تسوي فيهم على 20-45 خلنا نقول، هل راح تعطيهم دعم اجتماعي؟ بتكلف نفسك أكثر ما سويت على أتمتة، هل راح تخليهم للبطالة تنشر الجريمة في مجتمعك؟ هذا الشيء المفروض يكون في الحسبان بعد. يعطيكم العافية. نترك الآن المجال للجنة التحكيم لطرح الأسئلة على الفريقين لمدة 15 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أهني الفريقين على المنافسة. جميع وجود الجميع كفريق مؤيد وفريق منافس. سؤالي لي أبو وجهه حق الفريق المنافس، هل تعتقد أن استعداد الدول غير جاهزة لبناء تشريعات واستراتيجيات تتضمن خطط مستقبلية للأتمتة؟ يعني بشكل عام حذكر من الفريق المنافس ان 30% من الولايات المتحدة تعتمد، لكن رئيس الوزراء الكندي قال
لازم نعيشه. فهل فالسؤال هنا مرة ثانية، شو اعتقادك المفروض الحكومات تسويه استعدادا لزيادة الوظائف والأتمتة، تقبل الأتمتة؟ شكرا. يعطيكم العافية ربع. سؤال جيد، جزاكم الله خير، سؤال جميل حقيقة. يعني شوف، التوجه لازم يكون موجود صراحة. أنا أقول لك أن إحنا كمجموعة منافسة، أنا مش ضد الأتمتة، أنا ضد الأدمتة اللامنهجية، أدمتة غير مدروسة، أدمتة مستعجل فيها. خلنا أقول يعني طيب، إذا أنا الحين أقول أنا غير جاهز، طبعا لمدة 10-20 سنة ما في مانع أنك تنتظر 10 سنوات لما تطبق الارتفيشال انتليجنس، ما عندك مانع. ليش؟ لأن الأخطاء اللي أنت راح تتفاداها في الفترة الجاية، في آخر في 10 سنوات الجاية، راح تأخذ وقتك أنك تضع تشريعات، تضع قوانين، تضع أنظمة، لوائح معينة. هاي اللوائح هي اللي راح تحكمك يوم أنت راح تطبقها في 2030 أو في 2045. خلينا أقول يوم أنت راح تطبقها في هيك الفترة، أنت fully confident، أنت عندك اللوائح، عارف من راح تحمل المسؤوليات في هذا النظام. وهذا الشيء أنا أقول إحنا نتريث الحين، لكن ما يمنع إحنا نتجه لها. هيا نضيف شيء. إجابة للسؤال، هو صحيح حاليا نحن الأتمتة موجودة، لكن موجودة حاليا الأتمتة أو الذكاء الاصطناعي عفوا الضعيف. التخوف وكل التخوف اللي يقدمون عليه العملاء عفوا العلماء هو عن الذكاء الصناعي القوي اللي راح يكون حتى أذكى عن الإنسان، وهذا هو التخوف اللي نحن نتكلم عنه اليوم، يعني تأكيدا بس على المعلومة. كذلك رئيس وزراء كندا جاستون ذكر أن في سياق صحيح، كندا كانت من الدول السباقة لاستشراف في المستقبل في أتمتة الوظائف، وذكر أن عليهم تهديد متزايد بسبب الأتمتة. يعني هو يذكر أن سبب رئيسي ومتخوفين منه. لذلك هم شو قالوا كتصريحة، أن عددوا خطط للدولة لمواجهة انخفاض التوظيف مستقبلا من خلال شو تعديل المناهج الدراسية للموجودين عندهم كي يدرسون برمجة من الآن عسى يقدرون يحلون العجز مستقبلا. وشكرا. أنا أكرر الشكر بعد على المناقشة والمناظرة، لكن عندي كذا نقطة كنت حاطنها واستمعت لبعض الآراء. بداية صار في اختلاف في هل أتمتة الذكاء الاصطناعي، قبل الأتمتة كان في المشينز، أوكي، ففي مراحل مشت خلال العصور اللي طافت. يعني لو نتكلم على الأوتوميشن يت من الطواحين، بدل الراحة اللي كانوا يطحنون فيها الطحين، ففي هستري قديم. الفريق المؤيد ياب أمثلة من واقع أن بعد ما استخدم الأتمتة ما صار التخوف اللي الفريق المنافس حط كل احتمالات وتخوفات. ثاني شيء الهاجس عنده عن فقد الفرص الوظيفية. طيب بالمقابل الأتمتة شو راح تقدم للمجتمع، شو راح تقدم للدول كأرقام كمنافع؟ هذا الشعب اللي راح يفقد وظيفته ممكن انه يتعوض بمردود آخر مادي. فهذه نقطة انا احب ان الفريقين ينوه لها وينتبه لها. ثاني شيء للفريق المؤيد، نسب الأخطاء اليوم إذا أنا بستخدم الأتمتة أكيد في نسب أخطاء. شو اللي قاعدة تقدمه المؤسسات والجهات اللي تقدم هالخدمات؟ هل قاعدة تواكب إنها تحسن من منظومتها بشكل يتفادى الأخطاء؟ هذه بس عندي ملاحظات، أتمنى أنكم تغطوها في المناقشات القادمة. أشكر الفريقين على المناظرة، بس سؤالي للفريق هذا
ذكرتوا أن فيه 360 ألف مراجع تقريبا لشركة بضبي التوزيع. ففي حال أن نحن وقفنا الكاستمر سيرس بشكل نهائي، يعني هل راح نقدر نوصل أن نلبي احتياجات الكاستمرز عن طريق الأتمتة؟ طبعا انت الأتمتة تقوم بالعمليات الروتينية، يعني مثلا دفعات الفواتير. دفعات الفواتير اذا رجعنا نحن في الزمن للوراء نتذكر ان احنا كنا نروح للهيئة ونوقف بالطابور وندفع عشان المحصل ياخذ الفلوس ويعطيك الفاتورة، ولا طرشه واحد قصوا الكهرباء عنك. الأتمتة تقوم بهاي الاعمال الروتينية. حاليا دفع الفواتير كأبسط مثال في خدمة العملاء، دفع الفواتير يتم من خلال الابليكيشن، سواء من خلال البنك او من ابليكيشن الشركه نفسها. انت وفرت على نفسك انك تتخصص المان اور والورك فورس لهذا التاسك. هل معناه ان نحن لما قمنا خلينا دفعات الفواتير على الابليكيشنز ان نحن فنشنا الموظفين؟ لا، نحن خصصناهم في مهام تتطلب كرياتيفيتي اعلى، يعني مجال ابداع اعلى. انت تحتاج للتطور ومواكبه اللي حولك، انت تحتاج الى هذا المجال. انت فعلا انت لازم تستمر وتواكب العصر. فالاعمال الروتينيه انت اصلا في مرحله ممكن اقول لك انت في غنى عنها، وما تحتاج فعلا مهندس او محاسب يجلس لك عشان يخلص لك هذه المهام. فهذا اللي ودي نشكر لجنة التحكيم على الأسئلة. أما الآن نفتح المجال للفريق المنافس لختام نقاشه ولمدة لا تتجاوز 5 دقائق. وصلنا صوت؟ أوكي بسم الله. في الختام، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية يعطيكم العافية الجميع على المناظرة الطيبة صراحة. سلطوا طيب خلنا نسلط الضوء مفهوم الرأي، مفهوم خلنا آسف مفهوم رأي الفريق واحترام الرأي الآخر. خلنا أقول طيب شو هدف الأتمتة؟ يعني في النهاية الذكاء الصناعي أو الأتمتة سواء بما كان منهم، يعني شو الهدف منه؟ يعني أظن الجميع يتفق أن الهدف لهم تسهيل حياة جنس البشري، صح؟ يعني هي تسهيل حياتنا، إحنا ما جايبين الأتمتة عشان تجيبنا مشاكل، يعني إحنا نبغى من الأتمتة نسهل حياتنا. طيب طبعا هذا من خلال أسمنة أنظمة، إجراءات، تطبيقات، وتفار. يعني مع العلم الإنسان هو اللي طورها، الإنسان نفسه هو اللي طور هاي الأتمتة، وكانت سواء كانت على هاي الأنظمة أو على هاي الإجراءات. يعني طيب شو الغاية منها؟ تحسين الجودة، مراقبة الأداء الوظيفي، تحسين المنتجات والمخرجات. طيب إحنا قاعدين نقول اليوم يعني كفريق يؤيد توظيف البشر، احنا ما انا واقفين موقف المعارضه التام للأتمتة. احنا ما قاعدين نقول لا خلكم على الورقه والقلم وخلكم على سنه عقبات يعني ايام 1900. خلينا نقول احنا قاعدين نقول أتمتة لا منهجيه، أتمتة غير مدروسه، أتمتة مستعجل فيها، أتمتة بس بهدف الربحيه، لا هي بهدف التطوير، لا هي بهدف الابداع نفسه. أتمتة قاعد تخدم مجتمعي، ما قاعد تضر المجتمع نفسه. هذا هو الهدف، هذا هو الأتمتة المفيدة اللي احنا قاعد نقول لا بأس بها. يعني طيب وبدولة الإمارات يعني صاحب السمو نائب رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء حق الدمي الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه دائما يأكد على أن شعب الإمارات أسعد شعب، صح؟ شعب الإمارات أسعد شعب، مقيمين ومواطنين. طيب إذا في أتمتة راح تجيب لي خلل في الأمن، خلل في القطاع الوظيفي، أنا ما أبغى الأتمتة. أنا أبحث عن أتمتة تساعدني في تطور الدولة.
وحاب أذكر بعد يعني مقولة جميلة بخليفة رحمة الله عليه الشيخ زايد، مقولة مشهورة لكن صراحة يعني حكيمة، يعني هم قال الرجال هي اللي تصنع المصانع، الرجال هي اللي تصنع سعادتها، يعني الرجال هي اللي تصنع حاضرها وهي تصنع مستقبلها. طيب يعني احنا اللي نصنع حاضرنا مع الأتمتة، واحنا اللي نصنع مستقبلنا، الأتمتة عمرها ما تصنع مستقبل حقنا. يعطيكم العافية. نفتح المجال للفريق المؤيد لختام نقاشه والمدة لا تتجاوز 5 دقائق. في تعليق على مدى الأتمتة في دولة الإمارات، كانت في دراسة في 2015 تأكد أن الأتمتة طبقت بنسبة 70% على عدد 380 ألف مؤسسة في الإمارات. هذا كان في 2015، فما بالك اليوم في 2019؟ أكيد الإمارات جاهزة أن تستوعب الأتمتة. هذا تعليق بس بسيط والخاتمة. شكرا. خلونا نبدأ نقول شركة أوراكل صرحت في منتصف 2018 على لسان المسؤول عن استراتيجية إدارة الموارد البشرية، الوظائف ستتغير بسبب الذكاء الاصطناعي، بعض الوظائف ستختفي، في المقابل ستظهر مهن أخرى أكثر. أتوقع أن نشهد هذا التغير في 6 أشهر إلى سنة. وأكد الخبراء والمختصين في الموارد البشرية في مؤتمر الموارد البشرية الدولي 8 الذي عقد في إبريل الماضي في دبي أنه في المستقبل القريب ستكون الوظائف هي من تبحث عن الموظفين وليس العكس، مشيرين إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي غيرت آلية التوظيف التي ستركز أكثر على استقطاب أصحاب المهارات والمواهب الرقمية والتقنية، وأن المؤسسات في ظل سباق التحول الرقمي مطالبة بتعيين موظفين يتمتعون بالموهبة والكفاءة والتقنية. صرح الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لجريدة البيان في 19 أبريل 2018، الوظائف الروتينية التي تؤدي مهام متكررة ستختفي في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة وعمليات الأتمتة، بينما الوظائف الخلاقة وغير المتكررة والمعنية بالقيادة والإبداع والمساهمة الفكرية ستزدهر. لذا يجب على المؤسسات أن تفكر ماليا في دورها الفعلي إزاء الموارد البشرية وتطوير المهارات السلوكية والمهنية لمواكبة التطورات والتحولات العالمية المتسارعة. فيما يتعلق في موضوع البطالة، إن دولة الإمارات واضحة في هذا المجال، إننا نتطور، نريد أن نواكب العالم من حولنا. إحدى أهم مبادرات رئيس مجلس الوزراء هي الحكومة الذكية التي تواكب وتتوائم مع الأتمتة، والتي تم إطلاقها في 22 من مايو 2013. تحددت ملامحها بالتالي: حكومة لا تنام، تعمل 24 ساعة في اليوم 365 يوم في السنة، مضيافة كالفنادق، سريعة في معاملاتها، قوية في إجراءاتها، تستجيب بسرعة للمتغيرات، تبتكر حلولا للتحديات، تسهل حياة الناس وتحقق لهم السعادة. لا تحل الحكومة الذكية محل الحكومة الإلكترونية، تكملها وتشكل امتدادا لها. نعم، أننا نستطيع أن نعيش في خوف من التطور ومن التحديثات الجارية في عالمنا، نستطيع أن نغمض عيوننا عن أمور تفرض نفسها علينا، نستطيع أن نقول أننا لا نحتاج إلى الأتمتة وأنها ظالمة، إلا أننا يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الأتمتة تأخذ حيزها منذ ما يزيد على القرن. نحن في زمن يجب أن نكون في أقصى درجات التنافسية ومواكبة الأتمتة. خليني أعطيك إياها بالعامي: إذا كنت ضد الأتمتة اترك تلفونك، انزل بالدرج، ولا تأخذ سيارتك وانت طالع. أختم بمقولة الشيخ محمد بن راشد: التوقف معناه التراجع، لابد أن تبدع باستمرار، إن لم تستطع عليك أن تترك المكان لغيرك. نشكر الفريق المؤيد على المشاركة. نفتح الآن المجال للتصويت للفريق المؤيد أو المنافس عبر حساب مجلس الإمارات للشباب في الإنستغرام @emiratesyouth، علماً أن النتيجة النهائية مثل ما قلنا ستعتمد على رأي لجنة التحكيم. نعطيهم 5 دقائق لجنة التحكيم.
نشكر جميع من شارك في التصويت عبر حساب مجلس الإمارات للشباب. فلتتفضل لجنة التحكيم لإعلان على الفائز. بسم الله. نكرر الشكر للحضور وللمشاركة الفعالة. استفدنا أمانة بالطرح. يمكن موضوع مثل ما ذكرنا في البداية موضوع مهم، وهذا توجه القيادة والدولة في زيادة الإنتاجية، زيادة تمكين المجتمع ومن مواطن من مقيم في الفعالية وفي الإنتاج. فنحن استمعنا للطرفين، وجدنا أن سبل الإقناع من الفريق المؤيد كانت أقوى، بالتالي الفريق المؤيد هو الفائز. أيضا أختم أنا بعد بمقولة لصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، أن التقسيم في القرن الحادي والعشرين سيكون على أساس المعلومات، مجتمعات تعرف وأخرى لا تعرف. فإن شاء الله تكونوا استفدتوا أيضا من الطرح ومن المناقشة. الفريق المنافس كنتم مبدعين، ولكن كان ينقصكم مزيد من الإفيدنس، من الإثبات للمخاوف أكثر من مجرد هاجس. بالعكس، اليوم الدول تطمح للتقدم، ونحن في دولة الإمارات لا زالت يعني عندنا نسبة كبيرة من الوظائف والشواغر اللي تنتظر الكادر المؤهل اللي اليوم في الجامعات في المعاهد قاعدين نجهزهم لهالمجال. ونكرر الشكر وجزاكم الله خير. نهنئ الفريق المؤيد على الفوز وحظ أوفر للفريق المنافس. نشكركم جميعا لحضوركم جلسة مناظرات الشباب، آملين أنكم استفدتوا منها، اكتسبتوا مهارات بحثية، عززتوا من مهاراتكم الخطابية، والله يوفقكم يا رب. فالفريق المؤيد بليز. نتفضل كنا ناخذ صورة جماعية. الأخ عامر حمادي، الأخ أحمد الحمادي، والأخت حليمة الحمودي، الفريق المنافس. عادي ترى في شهادات. الأخ إبراهيم الشيراوي، الأخ نهيان الحضرمي، والأخت أميرة الكثيري. بس ناخذ صورة جماعية.